وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في النيجر ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات محمد صالح إبراهيم. حياكم الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا وحياكم الله وأحييكم وأشكركم على هذه الفرصة. أهلا بك أستاذ محمد. عقوبات وتهديدات غربية وأفريقية للمجلس العسكري في النيجر يقابلها كما تعلم رفض من بعض الدول، ماذا يكشف هذا التضارب في المواقف مما يحدث في النيجر برأيك؟ أحييكم مرة أخرى. أولا هذا إنما يحكي عن الصورة المتناقضة التي تعيشها منطقة الساحل منذ سنتين بسبب تغيرات جذرية تحدث في توجهات هذه الدول التي ظلت لعشرات السنوات موالية للغرب، وتحديدا فرنسا ظلت هي صاحبة النفوذ في هذه المنطقة. الآن تغيرت كثير من قناعات هذه القيادات الإفريقية في هذه الدول، فرأينا أن أفريقيا الوسطى أصبح طردت فرنسا من أفريقيا الوسطى، وأصبح ولاؤها وعلاقاتها الأوثق والأقوى مع روسيا، وكذلك الحال في مالي، وكذلك الحال في بوركينا فاسو. هذه التوجهات، هذه المواقف التي ظهرت في اليومين الأخيرين إنما تعكس طبيعة القناعات التي ترسخت هذه المنطقة. الأنظمة المحيطة بالنيجر التي وقفت موقفا قويا من أي تدخل في النيجر، الآن لو لاحظنا مثل مالي وبوركينا فاسو التي قالت أننا سندافع عن النيجر إذا تدخلت أي جهة، إنما حقيقة تبدي رغبة واضحة في أنهم لا يريدون مزيد من القوات الغربية على الأرض الإفريقية من جديد. تجمع إكواس هدد باستخدام القوة في حال عدم استجابة المجلس العسكري وإطلاق سراح الرئيس بازوم وعودة المؤسسات أيضا، يعني إذا كان التجمع لا يملك أدوات تنفيذ تهديده، على من يعول إذن في استخدام القوة؟ وللأسف الإكواس في ديسمبر في قمته 62 في ديسمبر 2022 اتخذ قرارا بإنشاء قوة جديدة من مجموعة دول الإكواس قوامها 5000 معنية بالتدخل في حالة التغيير الغير دستوري كالذي جرى الآن في نيجر، وفي حالة مقاتلة مواجهة التنظيمات المتطرفة في المنطقة، هذين الحالتين. ولكن طبعا لم تتشكل قوة حتى الآن. أنا أعتقد الإكواس لا تستطيع التدخل العسكري كما صرحت وجاء على لسان مسؤوليها في بعض البيانات، لا تستطيع أن تدخل ما لم يكن هناك نزاع مسلح في داخل النيجر. الآن كل القوى الصلبة في الدولة تقف مع الانقلاب، أصلا الانقلاب قامت به مجموعة الحرس الرئاسي، لحقت به القوات المسلحة الجيش النيجري وأيد الانقلاب تحت ذريعة أنه لا يريدون أن سفك الدماء ويريدون المحافظة على البلد ولا يريدون أن يدخلوا في الاقتتال كما قال جاء في نص البيان. في هذه الحالة لو كان هناك نزاع، مثلا لو افترضنا أن الحرس الرئاسي الذي قام بالانقلاب تمسك بالموقف والجيش رفض ودخلوا في نزاع، هنا كان هناك مبرر للإكواس، وجرى كثيرا حقيقة في عدد من الدول في ساحل العاج، في غامبيا، في غينيا كوناكري، في هناك تجارب للإكواس عالجت به مثل هذه القضايا. ولكن ما لم يكن هناك نزاع داخلي يصعب على مجموعة الإكواس التدخل العسكري، لأنها ستدخل فعلا في مواجهة مع بلد، مع كامل قوة البلد العسكري. طيب هل تعتقد أن لفرنسا القدرة على الاختباء خلف الإكواس من أجل يعني إعادة الأمور لنصابها لمصلحة فرنسا في النيجر؟ هو طبعا فرنسا تملك عدد من القواعد ولديها ما يزيد على 1500 جندي في النيجر، وتستطيع أن تلعب دورا ما، سواء كان باستخدام بعض الموالين لها داخل المؤسسات الصلبة القوية، سواء كان الأجهزة الأمنية أو الجيش أو ما إلى ذلك، لكن لا تستطيع الاختباء، لأن دخول أي قوة من الآن الأجواء مغلقة بقرار
الحدود البرية والجوية كلها مغلقة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يدخل. الفرنسيين هددوا، ولكن لا أعتقد أنه يصل بهم الموقف إلا أنهم يتدخلوا ما لم يكن لديهم لوبي قوي داخل القوات، داخل القوات، سواء كان الجيش أو الأجهزة الأمنية. وأنا شخصيا يعني حتى الآن ما لم يحدث إلى اليوم، منذ يوم 26 إلى اليوم، أنا أعتقد لن يحدث بعد هذا إلا، ولا أعتقد أن الفرنسيين حريصين للدخول في حرب مكشوفة مع بلد تقف كل القوى في اتجاه في ظل الآن الدعوة الفرنسية لإجلاء الرعاية الفرنسيين من طيب، النيل. هناك اتهامات فرنسية لروسيا بتدبير هذا الانقلاب، ما رأيك بهذه الاتهامات؟ هل فعلا للكريملين مصلحة في التدخل في شؤون النيجر؟ قطعا للكريملين المصلحة، ولكن لا تبدو حتى الآن أنه لروسيا يد في الذي جرى، ولكن بالتأكيد طبعا بعد تمرد فاغنر في روسيا ضد الحكومة الروسية، أعلن رئيس فاغنر أنهم سيتوسعون في إفريقيا ويبحثون، ولديهم طبعا أنا أعتقد جازما أن لديهم مؤيدين في النيجر في مختلف المؤسسات، ولعل العلامة الروسية التي ظهرت في المظاهرات المؤيدة للانقلاب هو جزء من هذا التيار الذي يرغب في التوجه نحو روسيا وإخراج القوى الغربية من النيجر. لكن أنا أعتقد أنه لا تبدو أن هناك علامات قوية تدل على أن هناك تدخل، لأن المجموعة الحاكمة في النيجر سواء كان في عهد بازوم أو غيره ظلت على صلات قوية ومتينة بفرنسا على مدار السنوات، وفرنسا ضمنت هذا الولاء، وبالتالي نقلت كل القوات التي كانت في مالي وفي أفريقيا الوسطى والتي خرج بوركينا فاسو نقلتهم إلى النيجر، وأصبحت قاعدة ليس فقط للفرنسيين، ولكن قاعدة فوق هناك قواعد للأمريكان، وهناك تواجد حتى للنيتو في النيجر. فلذلك أنا أعتقد يعني ليس سهلا أن يجرؤ الروس لإحداث انقلاب في الوقت الراهن ما لم تمارس ضغوط على هذه المجموعة من قبل سواء كان الفرنسيين أو الأمريكان أو غيرهم، من ثم تضطر هذه المجموعة للتوجه لروسيا طلبا للدعم والمؤازرة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات الأستاذ محمد صالح إبراهيم، شكرا جزيلا لك.